خلينا بقى ننتقل لخبر آخر، وهو خبر جيد عن نتائج منافسات البطولة العربية للدرجات اللي بتستضيفها مصر في الفترة من 14 حتى 27 نوفمبر. ده مشاركة كده بنتكلم 17 دولة. خلينا نستعرض كده برضو أبرز نتائج البطولة من يومها الأول. مصر حصلت ميداليتين برونزيتين، إمارات ذهبية وفضيتين، والكويت ذهبية، الجزائر ميدالية ذهبية وأخرى فضية، وكلها طبعا في منافسات بطولة الطريق. نتكلم ذكور وإناث اللي بتقام في منطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر. ناس كتير على فكرة بتتابعها، وهتستمر زي ما قلنا لغاية يوم 19 نوفمبر. البطولة مقسمة لعدة سباقات، يعني كلها بتندرج تحت اسم البطولة العربية للدرجات. حلو جدا برضو، وليها متابعين على فكرة يا كريم، وعاملة شغل برضو على السوشيال ميديا، ودي كلها أعتقد حاجات بتصب في مصلحة برضو السياحة الرياضية زي ما احنا كنا بنتكلم عنها في الأول وفي الآخر. يعني